ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل طاجن خضار باللحمة في الفرن. ممكن الطاجن ده نعمله في بايركس، ممكن نعمله في صينية، ممكن نعمله في برام. اي طاجن موجود عندنا ممكن يدخل الفرن عادي. المهم احنا قبل ما نعمل الخطوات دي كلها نروح نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس ونعمل لايك عشان يوصل مننا كل جديد. تعالوا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه في الصينية الحلوة ديت. مكوناتنا مش اسهل من كده، معانا خضار اهو مقطعينه بالشكل دوت، معانا بطاطس، معانا بسلة، معانا جزر، معانا فاصوليا، معانا نص لحمة، معانا سكر، معانا صلصة، معانا 7 بهارات، معانا فلفل اسمر، معانا ملح، معانا ورق غار، ومعانا بصلة كبيرة متقطعة بالشكل ده، والخضار متقطع بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. واللحمة بتاعتنا لازم القطع بتاعتها تكون صغيرة. هتحطي نص، هتحطي لحمة، كل ما هتزودي مقدار اللحمة كل ما هتزودي مقدار الخضار اللي عندك، وهتزودي مقدار الحاجات دي كلها زي ما احنا قايلين بالظبط. والسكر هنستخدم منه معلقة واحدة بس. دلوقتي هنجيب بقى طاسة على النار كده، هنحط فيها معلقة سمنة كبيرة، وهنشوح اللحمة دي كلها كده لحد ما تاخد لون. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي انا معايا طاسه على النار اهو، حاطه فيها معلقه سمنه تسخن كويس قوي. هنزل بقى باللحمه بتاعتي، سيبها تتشوح لحد ما نغير لونها. شايفين بصها بقت عاملة ازاي؟ لازم نقطعها صغيرة كده عشان الخضار اصلا ما بياخدش سوا معانا فهيطيب مننا بسرعة، فلازم دي كده عشان تاخد سوا الخضار معانا. عايزة اقولكم ان اللحمة وهي بتتشوح في السمنة جميلة قوي، ريحتها حلوة قوي، يعني يفضل سمنة بلاش زيت. هنزل بقى 7 بهارات، وهنزل الفلفل الاسمر بس كده، سيبهم ياخدوا طعم الفلفل وطعم البهارات دي كلها كده. شايفين لونها اتغير ازاي؟ البهارات غيرتها وعملت لها ريحه فظيعه قوي. نبدأ نقلبها شويه كده، وبعد كده ننزل البصل بتاعنا. نحط ورق اللورة بتاعنا، كده بقى انزل في البصل، هي بصلايه واحده. سيبها تتبل معاها شويه كده. شايفين اول ما البصله بدات تتبل ازاي؟ واخدت من نفس طعم اللحمه وطعم البهارات اللي عليها. هنزل بقى الصلصة بتاعتي، سيبها تتسبك فيها شوية. الصلصة دي ترجع لكم انتوا، عايزين تحطوا كتير، عايزين تحطوا حبة صغيرين، براحتكم. انا هسيبها كده شوية تتسبك في بعضها، بعد كده هنزل عليها بمية مغلية. الصلصة بتتسبك خالص اهي، اللحمة هي بتتسبك كده. هنزل بمعلقة الملح اللي انا حطها ومعلقة سكر
انا حطيت سكر هنا. السكر اولا بيطيب اللحمه، في نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي للخضار، بيخليه مسكر كده، بيبقى بين المسكر وبين المالح كده، بيبقى فيه مزج بينهم حلو. هسيبها كده شويه تسبك لحد ما الميه بتاعتي تغلي، لحد ما تبتدي تسبك قوي كده. بعد كده هنزل عليها بالميه بتاعتنا السخنه. شايفين بتتسبك معايا ازاي؟ وهي تتسبك كده هنزل بالميه بتاعتي المغليه. هسيبها بقى تغلي كويس قوي. بعد ما هتغلي هنزل فيها الخضار، بس هنزل الخضار قبل ما اللحمه تبتدي تستوي شويه. اول ما الاقي السمنه كده طلعت فوق على الصلصه كده اللي انا كنت بحمر بيها، هبتدي انزل بالخضار بتاعي. انا هسيبها تغلي شويه كده لحد ما اللحمه تبتدي تطيب معايا، واغطي عليها كده، واغطي عليها عشان اللحمه تطيب، وبعد كده هنزل بالخضار بتاعي. شايفين بقى؟ شايفين السمنه عايمه ازاي كده على وش الصلصه؟ هنزل بقى بالخضار بتاعي. هسيبه بس يغلي غلوة صغيرة معاها كده، هي كده اللحمة قربت تطيب شوية، عشان كده انا نزلت الخضار بتاعي كده شوية كده، الخضار بس يشرب منها، وبعد كده هحطيه في الطاجن بتاعي، وبعد كده احطه في الفرن بس كده. واللي محتاج ملح طبعا يحط، انا كده الملح بتاعي مظبوط قوي. انا هغطي عليها وهسيبها شوية كده تاخد منها في بعضها، وبعد كده هدخلها في الطاجن في الفرن. شايفين بقى بتغلي ازاي كده؟ كده بقى انا هطفي عليها واحطها في الطاجن بتاعي وهدخلها الفرن. تعالى بقى نفضيها في الطاجن كده مع بعض. انا كده بفضيه بقى في الطاجن بتاعه، بعد كده هدخله الفرن بقى عندي. انا كده مسخنه الفرن بتاعي، لازم احطه على درجه حراره 180. انا كده فضيته في الطاجن بتاعه، هدخله بقى الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط كده، وهسيبه لمده نص ساعه. بعد كده اطلعه ونشوفه مع بعض. انا هنا بحضر الرز بتاعي بقى، عامل رز بشعريه. الطاجن بتاعي دلوقتي في الفرن كده خلاص قرب يستوي، وهطفي عليه عبال ما يستوي شويه صغيرين كده. هعمل الرز بتاعي. انا هنا عندي معلقتين سمنه على معلقه زيت. هحط حبة شعرية هنا بس بعد ما السمنة دي تسيح، على كوبايتين رز فلاحي. كوباية الرز الفلاحي بتاخد كوباية مية، وطبعا انا هزود ربع كوباية كمان من المية عشان انا هحط شعرية، فيبقى كوبايتين وربع مية على كوبايتين وربع الشعرية والرز. حطيت ربع كوباية شعرية اهو، هسيبها بقى لحد ما تحمر، ما تحمرش قوي، تاخد اللون الذهبي بس. وهغسل الرز واجي لكم تاني. شايفين كده تاخد اللون الذهبي ازاي؟ خليها تحمر شويه كمان. انا غسلت الرز وهدي لها تشويحه معاها كده، بعد كده هنزل بالميه المغليه. انا غليت مقدار 2 وربع مية على قد الرز والشعرية اللي انا حطيتهم، ان كل مقدار كوباية رز كوباية مية، وانت اضرب الرز بتاعك لان في رز بيحتاج مية، لازم يبقى مفلفل المية السخنة دي عشان نخلي الرز مفلفل بتاعنا. قبلها شوية كده نسخرها شوية. شايفين اللون بتاعها؟ شايفين اللون الذهبي ده؟ مش عايزاها تحمر اكتر من كده. هنزل الرز بتاعي يكون مصفيه كويس. هنزل
احنا سايباه بس كده ايه الرز يتبل شويه مع الشعريه، هنزل معلقه صغيره خالص فلفل اسمر، هاخد معلقه ملح، بعد كده اجيب الميه السخنه بتاعتي هنزل عليه. هنا كده هنزل بالميه بتاعتي بقى، انا غاليه ميه اهو، سيبها بقى شويه كده لحد ما تغلي وبعد كده هوطي عليها خالص. شايفين كده بيبتدي يتشرب، هوطي عليه على نار متوسطه كده لحد ما الميه دي تتشرب، يعني كده فاضل ميه بسيطه خالص. شايفين الميه بتتشرب ازاي، انا كنت حاطاها على نار متوسطه، دلوقتي هحطه على نار هادي خالص، ولو عندي شبكه تحت على فوق البوتاجاز من فوق في شبكه صغيره كده بتتباع، انا بحطها تحت الحله عشان ما تشيطش الرز، كده كده الحله التيفال دي اصلا ما بتشيطش الرز اساسا، بس انا بتكلم لو حد عنده اي حله عاديه تانية فدي بتحفظ شويه ان النار ما توصلش عاليه قوي على الرز. احنا هنوطي عليها وهنسيبها شويه خالص وبعد كده هنقدمها مع بعض هي والطاجن اللي احنا عملناه. شايفين مفيش رزايه ماسكه في التانيه ما شاء الله، شايفين الرز مفلفل ازاي. انا بقى نقدمه مع الطاجن، ايه رايكم بقى، شايفين الطاجن لما طلع بقى عامل ازاي وريحته تجنن، شايفين شايفين الرز، ايه رايكم تحفه. يا رب النهارده تكون وصفتنا عجبتكم، وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات وتسمعوني اراءكم، ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش السبسكرايب، ما تنسوش القناه اللي دعمنا اي ليرن. يا رب تكون وصفتنا عجبتكم وتجربوها وتنال اعجابكم. استودعكم الله.